اجيب لك الخلفيات وصورها. أنا من أول ما بدأت مسيرات العودة، مسيرات الانتفاضة وانتفاضة القدس وانتفاضة الأقصى، أنا باجي هان لأنه إحنا بنطالب بحقنا من العدو الصهيوني اللي اغتصب أرضنا يعني. وإحنا كل يوم بنيجي هان بنثبت حقنا قدام العالم كله اللي قلنا حق إحنا مغتصب، وبنطالب بعودتنا لأراضينا المحتلة. نحن اليوم متواجدون هنا اليوم وأمس وغدا وبعد غد من أجل أن نوصل رسالة إلى هذا العدو الإسرائيلي الغاشم المحتل الذي ينتهك أراضينا ومقدساتنا الإسلامية، لنوصل رسالة له لأننا نريد أن نعزز صمودنا وقوتنا على هذه الأرض، لأن هذه الأرض فلسطينية عربية وليس أرض إسرائيلية.